يعني علموها بانهم مش عايزين يؤذوا من اللي ايه من اللي فوق. فلو ان من فوق السفينه قال لك هو نصيبهم ها يصنعوا فيه اللي يصنعوه ماذا يحدث؟ لغرقوا وغرقوا هلكوا وهلكوا جميعا. ولو انهم ضربوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. كذلك حدود الله لا تقل هو فعل ذلك ولا ما لي انا. نقول له لا، المسلمون دائما وحدة إيمانية. ليه؟ لأن يكفيك منه أنه كسر حدا تؤمن به، يكفيك هذا القتل. وأيضا من سكت على شيء رآه لن يمته الله حتى يرى فيه ذلك الشيء ويراه الغير فلا ينكره. ولذلك جاءت الآية التي يقول فيها أبو بكر إن هناك آية تقرؤونها على غير وجهها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنتم تقرؤوا على غير وجهها عشان كل واحد منكم يتفلت. لا، ومن اهتداياتكم أن تضربوا على أيدي من يفعل هذا. يعني إذا من شرط الهداية أنك تعمل إيه؟ تضرب على أيدي. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول واحد يقول لك طيب الذين ظلموا أصابتهم الفتنة وإحنا ما لحنا؟ قال لك لا، لأنهم هم ما استشعروش في الفتنة إلا لأنهم وجدوا مجتمعا سكت عليهم. ولا تعتقد أبدا أن إنسانا استشرى في الشر قمة من أول مرة، بل لابد ان هو ايه شوية شوية. فلو ان اهله اقربه اهل حتته كل من يتعلم ضرب على يده من اول الامر كانت المسائل ايه كانت المسائل تنتهي. ولذلك تجد في التشريع الجنائي الحق سبحانه وتعالى يجعل في بعض الجنايات الدم على العاقلة. يقول ان هناخد الدية دي بتاعت الدم ده ونعملها مش على مين؟ على العاقلة، يعني اهله. ليه؟ ده علشان كل واحد في عيله لما يشوف واحد هيستشري في الاجرام يعلم ان هذا ان اجرم هيجي يوم من الايام انا اجرم، يبقى لازم ينضرب.